السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم البطاطا وحنتكلم فيها عن موعد حصاد البطاطا وطبعا علامات نضج المحصول. فطبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعملوا اشتراك القناة ولايك اذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معانا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذه شكل البطاطا اللي اتمينا زراعتها وتابعناها في القناة، وطبعا جاء وقت الحصاد ان شاء الله حنستنى اسبوعين وان شاء الله يتم حصاد البطاطا. طبعا بالنسبه لعلامات نضج المحصول، طبعا هتلاقي اصفرار كامل على الاوراق وكذلك ذبول في مستوى سيقان البطاطا بالشكل هذا لاحظنا منكم، وطبعا الاوراق هتبدا في الاصفرار بالشكل هذا لاحظنا منكم. طبعا هذا المحصول ان شاء الله هيتم حصاده. طبعا بالنسبه للحصاد هيكون بعد اسبوعين لغاية ما طبعا تنشف كامل سيقان البطاطا. وطبعا لو كانت سيقان البطاطا خضرة بالشكل هذا فإحنا ما نقومش بإزالتها، ولازم طبعا نستنى لغاية ما أصفر السيقان بالشكل هذا. وطبعا لو عندك نبات وصار عليه ذبول بالشكل هذا فابدأ في حصاد البطاطا. إن شاء الله إحنا حنقوم بالحصاد وإن شاء الله حنعمل حلقة ونوريكم الإنتاج. طبعا في حاجة مهمة جدا لازم تقوم بعملها في المرحلة هذه، وهي انك ما تقومش بري البطاطا. طبعا ممنوع منعا باتا انك تقوم بري البطاطا في المرحلة هذه، لانه طبعا البطاطا ما بيحتاجش للماء، وطبعا حتى احنا لازم نتوقف عن الماء حتى طبعا نخلي النبات طبعا يذبل بسرعة لاحظنا منكم. وطبعا النبات ما بيحتاج الماء في المرحلة هذه لانه طبعا وصل لمرحلة الانتاج، وبالتالي يعني الثمار او البطاطا ما بتحتاجش للماء خلال المرحلة هذه. فطبعا لو عندك بطاطا بالشكل هذا حاول انك ما تقومش بريها وتخليها مثل ما هي لغاية ما طبعا تنشف الاوراق، وبالتالي يتم حصاد البطاطا بعد ما طبعا تنضج. فطبعا هذه البطاطا بعد 4 أشهر من الزراعة حيتم ان شاء الله حصادها بعد اسبوعين اخرين، وان شاء الله حنعمل حلقة وان شاء الله حيتم حصاد فيها البطاطا خطوة خطوة، وان شاء الله حنوريكم الانتاج. والبطاطا طبعا هذه اللي تابعناها في القناة خطوة خطوة لغاية الحصاد، ان شاء الله حنتابعها ان شاء الله حنشوف المحصول. طبعا احنا ممكن نقوم بإزالة البطاطا الموجودة في المنطقة هذه لانه طبعا في اصفرار على الاوراق، ولكن انا حبيت طبعا استنى بقية الأوراق هذه أو النباتات هذه وإن شاء الله نقوم بحصاد البطاطا. طبعا بالنسبة للأوراق أو سيقان النبات الذابلة ممكن طبعا البطاطا تكون في أسفل التربة، وطبعا ممكن نخليها في التربة لمدة شهر كامل فما يصيرش أي حاجة للنبات، لأنه طبعا التربة أسفل في الأسفل يعني باردة، وبالتالي ممكن تحافظ على درنات البطاطا. فإن شاء الله إحنا حنزيد أسبوعين ويتم حصاد كامل البطاطا، وإن شاء الله حنعمل حلقة ونوريكم الإنتاج النهائي. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، لو عندكم أي سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.